ده شرف لينا طبعا ان احنا موجودين في النادي الاهلي، والجامعات الكنديه بتتشرف انها يكون ليها شراكه الرئيسي الشريك الرئيسي والحصري للنادي الاهلي عشان نخدم المجتمع النادي الاهلي ومجتمع النادي الاهلي باعضائه، ان احنا بنقدم سبيشال بريفليج لولاد النادي الاهلي، خصم خاص لولاد النادي الاهلي على اساس ان هم الاتفاقيه دي بتغطيها اللي بيننا وبين النادي الاهلي، لازم تجبرنا ان احنا ندي ده لاعضاء النادي الاهلي. بس الحقيقه وجود الكابتن محمود الخطيب كقامه بالنسبه لنا وبالذات لجيلي انا، فهو طلب حاجه انه احنا بردك يمتد ده الخصم ده او البريفليج ده يمتد لكل من هو يشجع النادي الاهلي.